عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة مدارس مصر والوطن العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودور الستاشر من الموسم السابع لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم السابع من العباقرة، يا ترى مين اللي هيفوز بكأس البطولة؟ ويا ترى مين اللي هيفوز بكأس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب5000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 11,925,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. 16 مدرسة من 10 محافظات مصرية بتنافسوا للوصول لكأس العباقرة الموسم السابع، وأول مدرسة مشرفانا في الاستوديو قدرت توصل لدور 16 بعد ما فازت على مدرسة منفلوط الثانوية. من التجمع الخامس محافظة القاهرة نرحب كلنا بالمدرسة الأوروبية الألمانية. المدرسة الأوروبية بالقاهرة هي مدرسة ألمانية بالخارج، أنشئت عام 1998، تضم مباني مخصصة للمراحل من الحضانة وحتى المرحلة الثانوية. تمنح المدرسة شهادة الأبيتور الثانوي الألماني. لغة المدرسة الأساسية هي اللغة الألمانية والعربية. علاوة على ذلك فإن اللغة الإنجليزية تدرس كلغة أجنبية في الصف الأول الابتدائي، والفرنسية في الصف السادس. يتم تطبيق النموذج التعليمي والتربوي الألماني في إطار تفاعل الثقافة العربية مع الأوروبية. هيمثل المدرسة الأوروبية الألمانية في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم أندرو شريف. أنا أندرو شريف من المدرسة الأوروبية الألمانية. مبسوط طبعا إن احنا اتأهلنا للدور ال 16، ومبسوط إن أنا أخدت بس بلاير في الحلقة اللي فاتت. طبعا يعني إن شاء الله أخد بس بلاير الحلقة دي برضو، بس مش ده هدفي الأساسي. يعني هدفي الأساسي إن فريق يكسب ونتأهل للحلقة اللي جاية. مايا عزت. اسمي مايا عزت وانا من المدرسة الأوروبية الألمانية. الماتش اللي فات احنا ما كانش عندنا اكسبيرينس كفاية للبرنامج، ما كناش دايما بنبقى مستعدين ان احنا ايدينا تبقى على البازر. المرة دي هنحاول نركز اكتر ونفتكر ان احنا دايما ايدينا لازم تبقى على البازر على طول. يوسف اللبان. انا يوسف اللبان من المدرسة الأوروبية الألمانية بالقاهرة. الغلطة اللي غلطناها في دور ال 32 ان احنا نزلنا ناس في فقرات مش الفقرات اللي هي كويسة فيها، ونحاول الماتش النهاردة ان احنا ننزل كل واحد في المجال اللي هو كويس فيه. خلود حسام. انا اسمي خلود حسام وانا من المدرسة الأوروبية الألمانية بالقاهرة. انا عارفة ان احنا هنلعب مدرسة اسمها السويدي، وانا بتمنى لهم التوفيق زي ما انا بتمنى لمدرستي بالظبط، بس ان شاء الله نكسبهم. يعني احنا اكتر حاجة خايفين منها كفريق الأدب والفنون، لكن اكتر حاجه ضمننها ان شاء الله هي اي حاجه فيها ماث وجغرافيا. الاوروبيه الالمانيه الحمد لله على السلامه. منورنا في الاستوديو، رجعتوا تاني. الحمد لله. انا كنت متوقع انك هتوصل لدور 16. مش اقول كنت متوقع، بس يعني كان امل يعني ان احنا نوصل دور 16. تمام، بس حسيت بصعوبه المأموريه لما قعدت على الكرسي وابتديت تجاوب؟ طبعا التوتر والاحساس وانت قاعد في الكرسي مختلف تماما. الماتش اللي فات افضل لاعب اندرو شريف ب50 نقطه، الحقيقة كلنا. جميل قوي التشجيع اللي من المدرستين، يعني مش بس مدرستكم اللي بتشجعكم، كمان المدرسه المنافسه هي كمان بتشجعكم. مايا ازيك يا مايا؟ الحمد لله. الاستعدادات لدور الستاشر كانت مور سيريس، يعني جدية أكتر، تركيز أكتر؟ أكيد طبعا، احنا كلنا كنا بنقعد مع بعض وبنحاول ندور على أسئلة ونساعد بعض ونسأل بعض ونجاوب. وأكيد احنا دلوقتي بعد ما وصلنا لدور الستاشر واخدين الموضوع سيريس أكتر، وعايزين أكتر ان احنا نكسب. يعني عايزين تكملوا؟ عايزين نكمل. حلو جدا الإحساس ده. Good luck يا مايا. يوسف، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. حاسس كده فيه ترقب. قاعد كده فيه ترقب الموضوع.
احساسك ايه؟ يعني فرحان طبعا ان احنا وصلنا دور الستاشر وواثق ان احنا نكمل بعد كده. ماتش النهارده يا يوسف افتكر كلامي كويس، ماتش صعب جدا، هنشوف. خلود، ازيك يا خلود؟ الحمد لله. انت عارفه طبعا من خلال الاجابات الصحيحه احنا بنطول المدارس العمل العظيم اللي بيعمله البنك الاهلي المصري. فكرتوا ان انتوا تزوروا المدارس اللي بتتطور تشوفوا على ارض الواقع ايه اللي بيحصل؟ خطرت في بالكوا؟ هو احنا كنا مبسوطين قوي ان احنا لما بنجاوب اسئله صح الفلوس دي بتروح للمدارس الحكوميه، بس الصراحه ما جاتش في دماغنا قوي ان احنا نبص، بس ان شاء الله والله نبص. انا بقترح عليكم ان انتوا تعدوا بالتجربه دي، تجربه فريده جدا، تشوفوا المدارس قبل كانت عامله ازاي، وتشوفوا الطلبه اللي فيها احساسهم ايه، وتشوفوا المدارس بعد ما اتطورت والطلبه حاسين بايه. الحقيقه لا تتخيلوا السعاده اللي بيبقوا فيها. انا فاكر في مره كنت في مدرسه وما بين المدرسه الحكوميه اللي انا كنت فيها في سور لمدرسه خاصه، فالولد انا بتكلم معاه وبنقول له مدرستكم هتتطور، فقال لي انا كان نفسي ابقى في المدرسه دي، وبيشاور بايديه على المدرسه التانيه. قلت له مدرستك هتبقى احلى منها. بعد المدرسه بتاعته ما اتطورت سالته لسه برضو عايز تبقى مدرستك الناحيه التانيه ولا دي؟ قال لي لا زي ما حضرتك قلت مدرستنا بقت احلى. فاحساس عظيم جدا، اتمنى ان انتوا تعدوا بالتجربه دي، اكيد هتنبسطوا جدا. اما المدرسه الثانيه هي كمان وصلت لدور الستاشر عن جداره واستحقاق بعد ما فازت على مدرسه لسيبة بلو من ديار بنجم محافظه الشرقيه. نرحب كلنا بمدرسه السويدي الرسميه. مدرسه السويدي الرسميه للغات انشئت في ابريل 2001 وتم افتتاح المبنى مع بدء العام الدراسي 2001-2002. تقع بمدينة ديار بنجم في محافظة الشرقية. نالت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية للعام الدراسي 2014-2015، كما حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المبرمج الصغير. نالت المدرسة شهادة الجودة والاعتماد للعام الدراسي 2014-2015. هيمثل مدرسة السويدي في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم أحمد محسن. اسمي أحمد محسن من مدرسة السويدي الرسمية للغة. فرحان طبعاً، بس يعني قلقانين طبعاً عشان مش نطلع من دور الستاشر، عايزين نكمل بعد كده يعني ونوصل للفاينل. غلطة الماتش اللي فات كان عندها دي في الماث والأدب، بس المرة دي اتدربنا عليهم أكتر. عائشة سند. اسمي عائشة سند من مدرسة السويدي الرسمية للغة. التجربة في البرنامج زادتني ثقة في نفسي أكتر، وبقيت معتمدة على معلوماتي وبقيت بحاول أنمي منها يعني. إبراهيم طارق. اسمي إبراهيم طارق من مدرسة السويدي الرسمية للغة. إحساسي كان حلو، أنا كنت البست بلاير الحلقة اللي فاتت، بس المرة دي أهم حاجة إن احنا نكسب، مش مهم أكسب السجارة ولا. تجربتي في ماتش اللي فات خلت عندي ثقة في نفسي أكتر. ريم ياسر. اسمي ريم ياسر من مدرسة السويدي الرسمية للغة. حسيت النهاردة متحمسة جدا ومبسوطة ومش متوترة، لأن المرة اللي فاتت كنت أول مرة أدخل وكنت متوترة جدا. أهلي لما عرفوا إن احنا كسبنا في دور 32 ونكمل في 16 شجعوني جدا، وكان نفسهم يجوا معانا النهاردة. السويدي كالعادة جايين بالدوشة بتاعتكم، مفيش فايدة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله. الآن يعني طبيعي. استعديت؟ طبعا. متوقع ايه من ماتش النهارده؟ يعني متوقع كل خير، يعني ربنا يوفقنا ونفوز ان شاء الله. عائشه، ازيك يا عائشه؟ لحضرتك الاحتفالات مشيت ازاي من هنا للشرقيه؟ ايوه سمعت، انا سمعت. احتفلنا في الباص كتير قوي. مش بس كده، الشرقيه كلها عارفه. لا لا لا. مش بس الاتوبيس والطريق. كل الشرقيه بيتكلموا عملوا ايه السويدي الماتش اللي فات. قولي لي احساسك ايه؟ والله مبسوطة جدا ان احنا يعني وصلنا للدور الستاشر، واتمنى ان احنا نوصل للدور الثمانية ان شاء الله. تمام. ابراهيم، اخبارك ايه دلوقتي؟ الحمد لله تمام. عيان ولا بقيت كويس؟ لسه عيان يعني، ما خفيتش. انا افتكرتك خفيت في الساعة اللي فاتت. كنت انا تعبان. لسه تعبان؟ نصاب. مش نصاب، تعبان والله. وممثل فاشل. كنت عايز اكح. قلبت واحد عجوز كده ليه؟ مالك بيه؟ ابراهيم 75 نقطة،
افضل لاعب الماتش اللي فات نحيي كلنا. الاوروبيه الالمانيه بقول لكم كان كمان سوبر هاتريك، فانتوا لازم تركزوا معايا، العبوا معايا 1 تو 1 زي ماتشات الكوره كده، ركزوا معايا. تمام، نبهتهم. ريم، ازيك يا ريم؟ الحمد لله. ريم قلقانه زي الماتش اللي فات، زيك بالظبط زي خلود. واضح ان الكرسيين دول فيهم نفس التاثير. اه انتوا الاثنين قاعدين عاملين كده. في يا ريم قلقانه؟ اه شويه. فاش حاجه، ماتش حلو هنستمتع بيه كلنا، صح ولا غلط؟ ان شاء الله. هنقول مبروك وهنقول هارد لك. بالظبط كده، يبتدي الماتش ان شاء الله بالتوفيق يا ريم. قبل ما نبتدي حلقه النهارده، عايز احيي المدرستين، مدرسه السويدي والمدرسه الاوروبيه الالمانيه. العباقره في الموسم السابع مستمر زي ما هو، خمس فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه هنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعه. والسؤال هو: كم عدد ايام شهر فبراير عام 2018؟ يوسف. 28. اجابه خاطئه. احمد محسن. 29. إجابة صحيحة. 29 هي الإجابة الصحيحة. سؤال سرعة، مش محتاج محسن، سؤال سرعة. واحد هيقول 28 والتاني هيقول 29، عادي جدا، محدش هيفتكر. تمام، السويدي هتختاروا، مين يبتدي الأول؟ هما. شياكة طبعا، صح؟ الأوروبية الألمانية هتبتدي الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. الأوروبية الألمانية عندك سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ نعم. جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة عربية من دول شمال إفريقيا يقع وادي ميدز؟ في أي دولة عربية من دول شمال إفريقيا يقع وادي ميدز؟ 10 ثواني. مايا جابتك الجزائر. مايا الجزائر، إجابة خاطئة. سويدي، في إجابة؟ ريم. المغرب. المغرب. اتفقتوا انتوا الأربعة على المغرب؟ مش قوي. مش قوي. انا محسن. ابراهيم باعك، قال لك مش قوي. متفق معايا عليها اصلا. متفق معاكي؟ طب بعتها ليه؟ طب ما دام متفق معايا. في كام من اربع دول تانية؟ ريم، اجابه خاطئه. اربع اختيارات بزائد خمسه وناقص خمسه: موريتانيا، تونس، ليبيا، مصر. مين هياخد الريسك؟ الإجابة الصحيحة تونس. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في الجغرافيا للسويدي، في جوكر؟ جغرافيا، والسؤال هو: يقع خليج منار بين سريلانكا ودولة أسيوية أخرى، فما هي؟ ما خدش رأيهم ليه؟ عشان مش عارف الخريطة، وعارف سريلانكا فين والخليج التاني بقى فين. خد رأيهم. ماشي، شاركهم في الإجابة. ماشي. تعرف لو اجابتك غلط بعد كل الفيلم اللي عملته ده؟ ما الخريطة في دماغي. الخريطة في دماغك؟ اه. طب الخريطة اجابتها ايه؟ الهند. غلط ولا صح؟ شفت؟ استعجلت. كان لازم تتناقش معاهم. اه. ابراهيم، الهند اجابة صحيحة. ايوه كده، واثق من نفسك. الهند، برافو عليك يا ابراهيم. اول 10 نقط للسويدي. 10 سويدي. الأوروبية الألمانية مفيش نقط، بس في سؤال في التاريخ، في جوكر؟ تاريخ، والسؤال هو: في أي دولة عربية نشأت مملكة سبأ عام 800 قبل الميلاد؟ في أي دولة عربية نشأت مملكة سبأ
عام 800 قبل الميلاد. 10 ثواني. ثلاث ثواني. يوسف 18 ثانية إجابتك. سوريا. سوريا. أنا كنت متوقع إن الإجابة تبقى صح. يوسف إجابة خاطئة. في إجابة؟ يلا. ريم. اليمن. بتسأليني مش بتجاوبي. الاثنين. بتسألي وبتجاوبي. طبعا اليمن إجابة إيه؟ صحيح. إجابة صحيحة. اليمن هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا ريم. 20 السويدي الأوروبية الألمانية مفيش نقط. كان لازم الإجابة تكون موجودة. سؤال ما كانش صعب. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في التاريخ للسويدي. في جوكر؟ لا مفيش. تاريخ والسؤال هو: ما هي الدولة العربية التي كانت بها عاصمة الحضارة الكلدانية؟ العراق. إبراهيم ما خدش ولا ثانية. العراق. العراق. مش كنت خدت الجوكر؟ إجابة صحيحة. العراق هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك إبراهيم. 30 السويدي. مفيش نقط الأوروبية الألمانية. وخلي بالكو السويدي بيحاولوا يهربوا بالماتش من أوله، بس احنا لسه في أوله. مفيش مشكلة. سؤال في الأدب، والسؤال هو: من هو الكاتب المصري الشاب مؤلف رواية موسم سيد الغزلان؟ ما أخدتش ولا ثانية. سؤال، ليه ما قلتلهمش الإجابة الأول واستفدت بالعشرين ثانية؟ أنا قريت الكتاب بس. إجابتك يا يوسف؟ أحمد مراد. أحمد مراد. إجابة صحيحة. أحمد مراد هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا يوسف. قريت الكتاب، عجبك؟ آه الصراحة كتاب حلو جدا. نحيي أحمد مراد. السؤال الثاني في الأدب السويدي، في جوكر أدب، والسؤال هو: من هي الكاتبة الإنجليزية صاحبة كتاب Love and Friendship؟ مين الكاتبة الإنجليزية اللي ألفت Love and Friendship؟ أحمد محسن خدت 8 ثواني. إجابتك؟ جين أوستن. جين أوستن. إجابة مين؟ محسن. محسن هو أحمد. أحمد محسن. يعني أنت مالكش دعوة الموضوع خالص. نحن كنا متفقين هي حاجة تانية. عندك إجابة تانية؟ يعني مش قوي. لا مش متأكدين منها، بس هو أحمد متأكد من إجابته. أحمد متأكد وأنا كمان متأكد. إجابة صحيحة. جين أوستن هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أحمد. 40 سويدي. الأوروبية الألمانية 10. وعندكم سؤال في العلوم، في جوكر 20 نقطة. لو طاروا بقى مشكلة. 20 نقطة مهمين جدا. عندكم 20 ثانية، مش عايزكم تستعجلوا. علوم، والسؤال هو: من هو العالم مؤلف كتاب Essays in Science؟ كتاب مهم جدا وعالم مهم جدا. مايا. ألبرت أينشتاين. إجابتك لوحدك. مايا. أينشتاين. إجابة صحيحة. برافو عليك يا مايا. Essays in Science فعلا لألبرت أينشتاين. برافو عليك يا مايا. 20 نقطة دول فرقوا، غيروا النتيجة. 30 الأوروبية الألمانية، سويدي 40. آخر سؤال في الفقرة، في جوكر؟ في سؤال بعشرين نقطة، سلاح ذو حدين. علوم، والسؤال هو: ما هي جنسية العالم هنري بكرال الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903؟
أنا سمعت الإجابة. إجابتك فرنسي. فرنسي. إجابة مين؟ إحنا حاسين. اتفقنا عليه. أنتوا حاسين بالإحساس. هنري بكريل. إجابة صحيحة. فعلا هنري بكريل فرنسي. برافو عليك أحمد محسن. وكده النتيجة 60 السويدي 30 الأوروبية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 90 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 450 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.